أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية أنها ستوسع برنامج الأدوية المتاحة، وأنه سيشمل قبل نهاية العام أدوية ومستحضرات طبية لعلاج أمراض إضافية. الوزارة خصصت 9 ملايين دولار لتوسعة هذا المشروع الذي يهدف إلى زيادة مستوى الخدمات الطبية وخفض تكلفتها. وخصصت أيضا مجموعات لتحديد الأدوية التي ستدخل في قائمة البرنامج. تحديد الأدوية سيأخذ بعين الاعتبار نصائح منظمة الصحة العالمية وفق ما أعلنت الوزارة، التي أشارت أيضا إلى أن ثلث الصيدليات في البلاد مشتركة في هذا البرنامج الذي أدى إلى تراجع أسعار الأدوية.